السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أخواتي في هذه الحلقة تاع اليوم. قبل ما نبدأ معكم هذه الوصفة تاع اليوم، يعني اللي سميتها وصفة العيد للزيادة في الوزن، هدية للأخوات اللي عندهم مشكل ديال النحافة وما عندهم حتى شي مشكل صحي، يمكن لهم يستعملوا هذه الوصفة هذه باش يزيدوا في الوزن ديالهم بشكل طبيعي. قبل ما نعطيكم المكونات ديال هذه الوصفة، كنتمنى من جميع الناس عواشر مبروكة وعيدكم مبروك، الله يدخلوا علينا وعليكم الصحة والراحة. يعني الجميع الناس سنوجه لهم تحية ديالي، وكنوجه لهم عيد مبارك سعيد. بالنسبة أخواتي، علاش سميت هذه الوصفة بوصفة العيد؟ لأنها كتجي وصفة رائعة، وصفة متكاملة، كيف ما كتشاهدوا المكونات ديالها طبيعيه. بالنسبه للاخوات اللي كيعانيوا من المشكل ديال فقر الدم، لان فقر الدم كيف ما كنعرفوه جميع هو من احد الاسباب اللي كيؤدي للنحافه. الا استعملتوا هذه الوصفه وما كان عندكم حتى شي مشكل صحي، يعني هديه مني لكم بان الزياده في الوزن، كونوا على يقين انكم غادي تزيدوا في الوزن. لكن دائما كنوصي الاخوات والاخوه اللي بغا يزيدوا في الوزن، ضروري التغذيه الصحيه تكون متوازنه، وايضا تكون الحاله النفسيه مستقره. الا بغينا يعني الوصفات الطبيعيه تعطينا النتائج ديالها وشويه ديال الصبر والمداومه باش نحصلوا على افضل النتائج. بالنسبه لهذه المكونات هذه تاع اليوم، يمكن لكم تضيفوا عليها اي مكسرات عندكم في البيت ديالكم، مثلا بحال الكاوكاو واللوز القرقاع، تجي وصفه لذيذه، وصفه بسيطه، وصفه شهيه للكبار والصغار، وصفه امنه وصحيه الا الناس فقط اللي عندهم حساسيه وامراض مزمنه، ضروري استشاره الطبيب. وايضا حتى المراه الحامل تستشر مع الطبيب ديالها. على بركه الله، المكونات ديالنا كيف ما كنشاهدوا مكونات، غادي نحتاجوا الحمص يكون محمص، يعني الحمص كيتباع عند المتاجر بدون ملح. كاين دوك اللي كيبيعوا الفاكهه الجافه كيبيعوا الحمص بدون ملح، خذوا هذا الحمص هذا او خذوا الحمص وحمصوه في البيت ديالكم. غادي نحتاجوا إلان، يعني حبوب إلان معروفه وغنيه على التعريف بالفوائد ديالها، تستعمل منذ القدم. وايضا غادي نحتاجوا العنب المجفف، ودائما كنوصيكم اخواتي غير تستعملوا الزبيب، تستعملوا الاسود، لانه رائع فيه فوائد كثيره بالنسبه للمشكل ديال فقر الدم. وايضا الحليب، بالنسبه للاخوات اللي ما كيستعملوش الحليب، يمكن لهم ياخذوا هذه الوصفه مع ياغورت يعني صغير. هذه الوصفه هذه كتخاد مره في الصباح ومره في المساء، مرتين في اليوم. المكونات كيف ما كتشاهدوا المقادير، غادي تجيبوا المقادير اللي متوفره على حسب الامكانيات ديالكم. مثلا نجلنا 200 غرام ديال الحمص، نجيبوا 200 غرام ديال الايلان، ونجيبوا 200 غرام ديال العنب المجفف. وهاد المكونات هذه كلها غادي نقيوها. بالنسبه للايلان، غادي نقوموا بتنظيف الحبوب ديالو، عاد يمكن لي ونطحنوه، عاد يمكن لينا نحمصوه في الفرن. بالنسبه للحمص فهو محمص ويكون مطحون. وهاد المكونات هذه كلها غادي نخلطوها وغنديروها في شي اناء، ونبداو ناخذوا منها جوج المعلقات كبار مع كاس ديال الحليب سخون او كاس ديال الياغورت، ونتناولهم بعد الوجبات، بعد الافطار وبعد العشاء مباشره. واللي عندها ضعف بزاف، يعني عندها نحافه شديده، يمكن ليها تضيف بعد يعني مرور رمضان، يمكن ليها تضيف مكون ديال الحلبه لما لا لهاد المكونات هذه، باش تعطيها يعني واحد النتيجه سريعه ونتيجه جميله. وايضا كيف ما ذكرت لكم اخواتي، اللي بغا تضيف شي مكسرات يمكن لكم تضيفوها. فهاد الوصفه هذه مفتوحه، وصفه يعني فيها مكونات يمكن لكم تضيفوا على حسب الامكانيات ديالكم. بلا ما نطول عليكم اخواتي، الا كان هاد الفيديو كيستحق الشجاعه ديالكم وعندكم شي تساؤلات، دائما مرحبا بكم على قناتكم جرب حكم. ما تنسونيش بالدعوات ديالكم والتشجيعات ديالكم. مرحبا بكم على قناتكم، والى اللقاء في حلقه قادمه باذن المولى عز وجل. وعواشركم مبروكه وعيدكم مبروك، والله يدخلوا علينا وعليكم بالصحه والعافيه والراحه.